السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدقيقية رانا اليوم على كل حال 17/09/2012 طبعا هذه التسجيلة دائما مرتبطة بالحوادث اللي راح تجري منذ سنة ونصف أو سنتين بصفة واضحة ضد الدول العربية والأمة الإسلامية بصفة عامة. إذن قدمت تسجيلة باللغة الفرنسية ولكن ماذا بيا نترجم المقال تاعي والاتجاه والمعنى اللي حبيت يعني أتقدم بها باش خوتنا يستفيدوا من شيء من التحليلات السياسية اللي عندها قيمة أكثر من هذيك القيل والقال والمحانجيات اللي وذروا لنا وقت وما خليوناش نفهموا المقصود بالنسبة للدول الإمبريالية كيف يحاولوا يسيروا العالم بإسره ويتسيطروا على المنابع الطاقة والمناجم والمواد الأولوية والمواد الغذائية وتوفر المياه للشعوب الفقيرة. إذن نرجع لموضوعنا باش نفهم خاوتنا ولا يقعدوا في هذيك الدعاية أن ما يجري في سوريا هو حرب بين الطوائف الشيعة والسنة والعلويت والمسيح والدرز هي كلها دخان لمستعملوا الغرب باش يدمر بلدنا وهكذا يحتلها ويتقدم الى الامام باش يزيد يعاود يحاول يدمر ايران وبعد ايران القصد نتاعو يدمر الصين ويدمر روسيا ولهذا العالم كله يصبح تحت قدمه. إذن نرجع لهذا الشعوب الأنجلو ساكسونية الأوروبية اللي راهم على كل حال قاعدين يلعبوا بالنسبة لسياستهم الخارجية لعبة البيار على مستوى العالم. طبعا الخدمة نتاعهم هي يضرب بكرة ويحرك قداش من كرات على مستوى العالم بيسري وهذا شيء لابد ان الدول العربية تفهم وممكن تستعمله في المستقبل. هذا الفوضى اللي راهي مدبرة ومسيرة من طرف الدول الإمبريالية متسيطرة على الدول الشرق المقصود بتاعها هي كيفاش نفصل الدول الشرق من الصين وطبعا الصين تكون ممنوعة من المنابع الطاقة والغاز الطبيعي من هذيك المناطق متاع الشرق. طبعا لما ننظروا الباب المندب دخلت البحر الاحمر وقناة السويس ودخول البحر الابيض المتوسط والمنابع النفط والغاز الليبي صبحوا ممنوعين من طرف من الصينيين ان يجيوا
ويشحنوا شيء من هذيك الطاقة. وهذه تجعل يعني انفصال الجانب الصيني اللي مجاور مع اوروبا. وطبعا اوروبا الغربية تحكم على منابع الغاز والنفط اللي جاي من الشرق. هذه تعني بالنسبة للولايات المتحدة اول خطوة لمراقبة ما يجري في اوروبا حتى في اوروبا الغربية. وهذه طبعا تزيد الضعف من الوجود الروسي وبعض النقاط اللي كسبها بتمويل الدول الغربية بغاز ونفط من روسيا. ولا كان بمثال هذه الحاجة يعني لا تعجب الأوروبيون، أمريكا والإمبريالية الأمريكية في استطاعتها أن تكون بعض المشاكل في أوروبا في أفريقيا اللي تجعل من الدول الأوروبية اللي كانت محتلة أفريقيا من قبل مقابلة بعض المشاكل في تموينها بطاقة ومواد أولوية من أفريقيا. وهذه تجعل أن حتى من الدول الأوروبية تحت المراقبة الأمريكية. هذا الفهم وهذا السبب اللي يقيد السياسة الأمريكية، هذه تجعل أن الإطارات الأمريكية الأطلنطية الشمالية صبحوا يتجهوا يعني للدول العربية كما تونس ومصر وليبيا. واليوم على كل حال راهم تقدموا لسوريا، ولكن في سوريا لقوا صعوبات، والصعوبات على كل حال هي مساندة روسيا والصين للشعب السوري والجيش السوري والحكومة السورية. وطبعا دولة على حجم سوريا على حجم الصين عندها قوة اقتصادية وقوة عسكرية وأيضا ثقافة وحضارة أخرى من الحضارات المعروفة من طرف هذه الإطارات الأمريكية اليهودية. طبعا الصين بقوتها ومحاولتها لدخول الغرب صبحت يعني كشغل زحف صليبي صيني لكي تتحكم على منابع الطاقة والمناجم. لما نذكر باكستان، باكستان راهي اليوم تقريبا تحت التأثير الصيني. وأيضا الصينيين عندهم علاقة مباشرة مع الطالبان اللي مرتبطين بأفغانستان. وطبعا إيران حتى هي حليفة الصين ولكن بطريق خاص. جنوب العراق اللي راهو على كل حال مسير من طرف الشيعة تقريبا ينتمي إلى إيران. ولما ننظر للجانب الجيو استراتيجي والجيو اقتصادي نعتبر بلي الصين راهي على كل حال واصلة النفوذ نتاعها حتى للبحر الهندي.
ولما الإنسان ينظر على هذا الزاوية ينظر حتى تاني كذلك التعطير الصيني يرمي حتى البحر قبل المتوسط، ولهذا البحر الأطلسي وهكذا الإنسان ينظر باللي الحيط الصيني أصبح حتى الحدود نتاعه في سوريا، وأول مرة الإطارات الأنجلو أمريكانية اليهودية اللي كونت نفسها طول هذا القرن واتجهت لسيطرت بأنظمها على الغرب صبحت يعني تتصادم مع عدو على مستوى الكوكب الأرضية من نوع غير غربي، لأن الاتحاد السوفيتي وثورته في السابق كانوا تقريبا تقليد شيء من الثورات الأوروبية الفرنسية ما يسمى بالجاكوبينيزم، وأيضا حتى ثاني كذلك الجانب الأوروبي انتاع روسيا ينتمي إلى أوروبا. أما بالنسبة للإطارات الغربية لما يقابلوا الصين يلقاوا باللي الصين عندها ثاني كذلك حضارة قديمة مرتبطة أيضا بالاقتصاد والمادة والتجارة والبنك، وحتى من الصين ثاني كذلك عندهم نظرة شمولية على العالم وكيف يتحكم فيه. والقصد نتاع الدول الأوروبية هي كيفاش تسقط الصين وباش يعني ينالوا هذا الانتصار لابد يخصوها من المنابع الطاقة والمواد المنجمية وقتلها وغمها في تطورتها التكنولوجية. وعلى كل حال القوة الصينية ممكن تصبح في المستقبل أكثر مبادرة، وليس لا نذكر يعني المخازن نتاع الذهب اللي موجودين في الصين كسلاح مالي اللي ممكن يضر جهات كبيرة، وهكذا الصين حتى هي ثاني كذلك فهمت كما روسيا المقصود اللي راه يجري في سوريا وتعتبره يعني كمرحلة قائم بها الحلف الأطلسي ضدها، وهكذا يحشرها في حدودها الوطنية، وهكذا يفصلها من المنابع الطاقة والمناجم والمواد الأولوية، وهكذا تصبح يعني مغمومة، وحتى ثاني كذلك التكنولوجيا متاعها تصبح يعني ناقصة. وهذه يعني تفهمنا كيف الصين بالنسبة لها هذه قضية موت ولا حياة في الموقف نتاعها ضد تدخل الحلف الأطلسي في سوريا، وطعن عدة مرات مع روسيا على المشاريع الأطلنطية اللي تحب تدخل يعني بطياراتها
ضد الحكومة السورية. بالنسبة لروسيا، لماذا الموقف نتاعها بالنسبة لسوريا لا يتفق مع الموقف نتاعها اللي كان في ليبيا؟ طبعا في روسيا كان تغيير رئاسي، وطبعا بالنسبة للقذافي والشيء اللي جرى في ليبيا اصبح درس بالنسبة لروسيا، درس للحكام الروسيين. والنقطة الثالثة، روسيا عندها اسطول مركز في ميناء سوريا. والنقطة الرابعة هي الصناعة الحربية الروسية مرتبطة بصفقات تجارية مع سوريا. وايضا ننزل وايضا بالنسبة لروسيا الفائدات الاقتصادية والمالية بالنسبة لها ثاني كذلك مهمة ومقدسة. والنقطة الخامسة، سوريا تقرب من الحدود الروسية أكثر من ليبيا، إذا تقرب من المناطق تحت التأثير الروسي أكثر من ليبيا. وهذه النقط الخمسة ممكن هما يعطيوا ضوء على الموقف الروسي بالنسبة للشيء اللي جرى في مقارنة مع الشيء اللي جرى في ليبيا. وأيضا حتى روسيا عندها قوة نووية، وهذه على كل حال القوة النووية وأيضا نفس الموقف مع الصين، صبحت الصين وروسيا يعني ممثلين قوة معتبرة بها، ولكن الاثنين لا عندهم قدرة مثال يحاربوا العالم بيسريه. طبعا نجموا نقولوا باللي الانجلو ساكسونيين يلزموا حتى ما يهمهمش الطعن الصيني والروسي بالنسبة لجمعية الامم ومجلس الامن والقانون الدولي بصفة عامة. وطبعا على كل حال هم تخطين هذا القانون الدولي، وحتى ثاني كذلك ما لا يحترموه. وحتى لليوم ما انظرنا الا قول ولا فعل بالنسبة للغرب اللي يتخطاوا القانون الدولي. وطبعا على كل حال هي الإجابة حسب الظروف، أكثر قوة من الإجابة بتفكير بقصد. والموقف الصيني والروسي على كل حال أصبح بالنسبة للحلف الأطلسي والدول الغربية يعني كشغل صدمة نفسية. الإنسان يسترش كيف تتحرك كاتبة الدولة هيلاري كلينتون ببعض الكفرات اللي مقدمتها ضد هذه الدول. وهكذا صبحت الولايات المتحدة يعني تحت الضغط، رغم يعني مواقفها بدون تردد. والمواقف بدون تردد الصينية والروسية، رغم يعني المواقف بدون تردد الصيني والروسي، كما يبدو الدول الغربية ما حبتش يعني ترجع إلى الوراء.
وهذه على كل حال من تقاليدهم، لا يطلقوا بعد ما عضوا على الهبرة، كما الكلب المكلوب. ويقوموا بضغطهم حتى للنهاية باش ينالوا الشيء اللي دوروا عليه، ولكن ما يطلقوا الا حتى من حتى ان العدو يدمرهم. طبعا لما ننظروا خلال 25 سنة ولا 30 سنة اللي مرت بعد ما انهار الاتحاد السوفيتي، والاطارات نتاعو اللي تقريبا تنازلوا تحت الضغط الامريكي، الامريكان صبحوا يعني جبروت ووالفوا يعني ان روسيا تقبل منهم اي شروط، وهذا الاطارات الروسية طبعا وحتى ثاني كذلك رجال الاموال الروسيين، الاموال نتاعهم محطوطة في البنك الغربية، وهذه بين قوسين حتى ثاني كذلك رجال الاموال والاطارات الجزائرية، بعض منهم المكاسب نتاعهم المالية راهي في بنك غربية، وهذا ضعف بالنسبة للجزائر وايضا بالنسبة لروسيا. النقطة الثالثة، وهذا السبب هو اللي تقريبا يقضي على الاخرين، لان بعض المبادرات نتاع هذه الاطارات الاطلنطية اللي تقدموا الى الامام بالنسبة لسوريا اللي صبحت قضية يعني حياة او موت، وهذه يعني ليس باحتياط. السبب هي على كل حال النفط اللي راهو موجود في الشرق، وكما يبدو يعني الغرب ما عنده الا يقدم الى الامام. والحالة يعني الاستدام اللي الصدمة اللي جاتهم في سوريا، رغم يعني القوة العسكرية تاعهم اللي وفروها لهذا المجرمين اللي زرعوهم على سوريا، وهذا الحملة الدعائية على الشبكات الإعلامية على مستوى العالم اللي وجهوها ضد سوريا، وهذا الحملة يعني راهي مسيرة من طرف مهندسين في كل هذا الميادين، جعلت الولايات المتحدة يعني راهي تحت الضغط وعايشة صدمة. ولكن القضاء والقدر لا يعطي شيء الجهة الى الابد، وهكذا الوقت انت امريكا راهو ماشي يزول، والانهيار الكامل انت امريكا راهو على طريق الانجاز، ولكن امريكا خايفة من هذا النهاية، لابد ان توقف هجومها شيء ما باش تلقى نفسها. وهذا غير عجيب السياسة العسكرية انتاع الرئيس اوباما
لما انطق 5 جانفي 2012. يقول باللي امريكا لا تستطع تنطلق بحروب عديدة من كل اتجاه في نفس الوقت، ولكن تنجم تقوم بحرب واحد، ولكن الحروب الاخرى اللي ممكن تشعلها ما تكون الا قائمين بها ناس من القطاع الخاص اللي امريكا تشتريهم. وايضا لما الانسان ينظر للاتجاه الاستراتيجي الامريكي، تقريبا 60% من قوتها العسكرية هي متجهة في البحر الهادي، اللي مقابل الصين. وهكذا المجهود العسكري الامريكي قاصد الصين، الدولة النهضة في المستقبل. وبعض المقالات الرسمية الأمريكية دائما تتكلم كيف أمريكا ناوية توقف جهودها الهجومي باش يعني تركز على بناية اللي تضمن المستقبل نتاع الولايات المتحدة. وهذه تفكرنا يعني بالامبريالية الرومانية في وقت الامبرور تراجان في بداية القرن الثاني قبل الثاني بعد التاريخ المسيحي. في هذاك الوقت روما تركت الهجومات اللي كانت قائمة بها، وبدأت على كل حال تبني حيوط سير داير الامبريالية تاع المملكة نتاعها، ولا الامبريالية نتاعها. وحتى تركت بعض الجهات اللي كانت محتلها. طبعا هذا الفوضى اللي راهي مسيرة من طرف امريكا دايرتها باش يعني حتى لما تجبد نفسها حتى قوة ما تجي تعوضها بسهولة، لان كان فوضى في البلد اللي دمرتها. الولايات المتحدة طبعا فكرتهم يعني يتركوا افغانستان وتركوا العراق على كل حال اليوم. والقمة نتاع الحلف الاطلسي اللي قامت في شيكاغو يوم 20 حتى 21 ماي 2012 بينوا ان الولايات المتحدة والحلف الاطلسي لا يتركوا الشرق وافغانستان. وماشي يعني هذا الفكرة تاعهم اللي جابتهم، ولكن لابد ان يخرجوا من هذا المكان، وما يخرجوا الا بعد ما نظموا نظام على حسب الطوق تاعهم. وهذه يعني تجعل ينظموا النظام باش حتى قوة ما تجي تعوضهم في بعد ما يتركوا البلد. لا لأوروبا لا للصين. وهذا هو يعني اللي فهم كيف بمثال امريكا وسياستها الخارجية بالنسبة للنظام العالمي الجديد. فوضى على كل حال مسيرة من طرفي.
وين عمل لي ذول يعوضوا مثال امريكا بالنسبة للدول العربية والشرق؟ هما هذا الاخوان المسلمين الكلاب نتاع العلملة على ذوق الامريكان. وهكذا لما ننظروا وش راهو يجري في الشرق الاوسط وبلدان كما مصر والربيع العربي، اجعل على كل حال بعض القوات بعض الاحزاب الاسلامية اللي ولات تحكم، ولكن في الحقيقة امريكا هي اللي فرشت لها الطريق باش هذا الاخوان يوليوا رئيس الحكومات. ولكن بالنسبة لليبيا وبالنسبة لسوريا، الدول الانجلو ساكسونية على كل حال لقوا روحهم في مشاكل، لان سوريا وليبيا الاحزاب الاسلامية كما الاخوان المسلمين ما كانوش يعني بقوة في هذا البلد. رغم يعني ليبيا اتدمرت من طرف القفص الحلف الاطلسي، وسوريا اللي راهي منحصرة اليوم، الجيش السوري العربي السوري راهو قاوم في هذا الارهابيين الدوليين. وهذا الارهابيين على كل حال راهم سيرين من طرف هذا الناس اللي راهم يستعملوا فيهم. هذا الطول 15 شهر اللي مرت، وهكذا المحاولة كيف نقضي على الرئيس بشار الأسد، ويحلموا بعد ما يكون غايب هذا الرئيس كلش يريب، يا ترى ينجحوا في هذه المحاولة؟ هذا سؤال آخر. ولكن في هذه الظروف كان حاجة أقوى من الأخرين بالنسبة لهذا الإطارات الغربية. بعد ما قتلوا معبر القذافي صبحوا على كل حال متجهين في أعمال إجرامية قدام ربي وعباده. كل حاجة اللي تجي في طريقهم يقوموا بها بهالطريق، طريق ارهابي. طبعا في وقت ميلوزوفيتش نتاع تشيكوسلوفاكيا نتاع نتاع واسمو صربيا وحتى العراق نتاع صدام حسين، كانوا منظمين بعض الحكم الشرعي. قدموا هذا الناس واحد في المحكمة الدولية والاخر حتى في بلاده صدام حسين. ولكن بالنسبة لمعمر القذافي صبحت الاعمالية اجرامية قتالية، كلفوا بعض المجرمين ان يقتلوه يعني قدام ربي وعباده بدون ما يشارعوه. هل تفكرنا كيف بمثال باراك اوباما و حكومته كانوا يتفرجوا على الشاشة كيف بمثال الكوموندوس الامريكي يعني قام بقتل ما يسمى ببن لادن؟ وهكذا اصبحنا يعني في قرون اجرامية همجية بالنسبة للإدارة الامريكية. هذه تشبه للقرون الوسطى، كيف بمثال كانت الناس تلقى اعجابها بعد ما تكون فيها قتلى. وهكذا هذا المسيرين انتوا تاع الدول الاوروبية صبحوا يمارسوا اعمالهم كالمسلمين ولا يعني حشمة بالنسبة لهم على حسب المبدأ. يعني انا على كل حال نعتبرك يعني مجرم خاطر ما انا راني جيعان، وهذه الاوروبيون لما يجيعوا
اي جهة تصبح مجرمة. وهكذا الرئيس اللي مر ساركوزي اللي كان يعني تقريبا يعني رجل امريكي اصبح يهدد في المسيحيين في سوريا اللي راهم يمثلوا 10% من السكان نتاع سوريا، يهدد فيهم لما كان يعني مازالوا يساندوا الحكومة السورية بالنسبة يهدد فيهم بأعمال إجرامية ضدهم من طرف المخابرات الفرنسية. وهذا هو الشيء اللي راهو يجري اليوم، حتى من ألمانيا بمثال باش تخرج المسيحيين من سوريا عرضت عليهم ألوف من جواز السفر، ولكن لا تركوا سوريا المسيحيين السوريين لأن يعتبروا أنفسهم سوريين بأول درجة. ولكن على كل حال ما حبسوش برك من قتلة المسيحيين والمسلمين بصفة عامة، وحتى الدروز وحتى العلوين وحتى أعضاء الحزب البعثي اللي راهو في الحكومة منذ 1963، ولكن المجازر يبدأوا من بعد ما تسقط الحكومة السورية. وهذا شيء غير ممكن بدون تدخل عسكري من الخارج. طبعا لما هذا المسلمين يستعملوا هجومات يعني بعدد كبير من المسلمين يعني ترى الغرب دور يروح اكثر من المراح. هذه يعني تجعل يعني سؤال لابد الانسان يطرحه لهذه المنظمات الاجرامية الاوروبية اللي راهي منظمة من طرف واشنطن ومن طرف نيويورك ولندن وبروكسل وباريس، والإنسان ما ينظر إلا وش ممكن يكون. القوة الوحيدة اللي راهي على كل حال مجاورة سوريا هي تركيا، تركيا اللي متركز عليها الحلف الأطلسي، وتركيا اللي راهي تحلم أن سوريا تكون مقسومة بربع مناطق وحتى ستة. وبالنسبة لتركيا عينها بمثال تتحكم في نص الدولة السورية، وهذه تجعل منها ترجع للدولة العثمانية اللي ما زالت تحلم بها. ولكن حرب من هذا الصنف تصبح يعني حتى ثاني كذلك تركيا في خطورة بالنسبة للموقف الروسي والصيني والإيراني. وحتى ثاني كذلك لا الإنسان ينسى قضية الأكراد، وهذه حتى بتقنية العسكرية الحلف الأطلسي. وحتى من سوريا يعني راهي لا تقهر، عندها إمكانيات العسكرية. وهكذا الإنسان ما ينظر إلا هذه الحرب يعني تدوم مدة. يا ترى الغرب يلزم يدمر سوريا بهذا المرتزقة باستعمال على كل حال هجومات بهذا المرتزقة بعدد كبير، وأيضا كيف بمثال يدخل فوضى في سير الإداري السوري، وأيضا حتى يحاول كيفاش يقتل الشخص نتاع الرئيس بشار الأسد.
انجلترا وامريكا قدموا امكانيات كبيرة لتدمير الحكومة السورية، ولا يترددوا، ما يترددوا يعني الا كي المبلغ يكون اكثر من طاقتهم. يا ترى قدموا امكانيات كبيرة؟ نعم. كيف بمثال مولوا هذه المنظمات ضد الحكومة السورية منذ 2006؟ داروا مشارع بالنسبة للديمقراطية إلى سوريا ب5 ملايين، 5 مليون دولار في 2009. المجلس للديمقراطية كيف فرق هذا الفلوس؟ باش يدخل ديمقراطية داخل سوريا. وهذه امريكا اللي قامت بها ب6.3 مليون دولار لهذا المشروع اللي كان مرتبط بسوريا، اسمه كانت مبادرة باش تقويوا الاجتماع المدني في سوريا. وكيف بمثال هذه الجمعيات المدنية تكون ممكن يعني تتنظم في سوريا بعد ما هذا المجرمين يقتلوا النساء والأطفال على من طرف هذا المرتزقين اللي بعثتهم امريكا وانجلترا. السيريان بيزنس فورم راهم سير في الوقت الحاضر 300 مليون دولار، نص من هذا المبلغ راهو على كل حال مول لهذا ما يسمى بالحرب بالجيش الحر السوري. العربية السعودية وقطر مضاو على كل حال اتفاقية في هذا الموضوع، ولاعبين دور لتمويل هذه القوات ضد الحكومة السورية. الموقف السوري وايضا الموقف نتاع وزير الاول نتاع قطر الشيخ حمد بن جاسم الثاني ما يبرهن الا بوضوح هذا التحالف بين الغرب والسلفيين. وقطر اللي راهي على كل حال دارت افلام على غزو طرابلس بدون ما كانت طرابلس محتلة قبل دخولها، وايضا افلام على حرب في دمشق بدون ما كانوا في دمشق في استديوهات في قطر. وهذا الامير بن جاسم هذا هو اللي مول الهجوم ضد طرابلس، وبعد تقريبا 6000 رجل بلباس قطري، رجل عربي بلباس قطري. وهو بن جاسم على كل حال اللي نظم الهجوم ضد السفير الروسي في قطر. طبعا الحرب هذا اللي راهو يجري في المنطقة الجيوغرافية اللي بين اوروبا واسيا جهات من الغرب اعتبروا باللي فلربما روسيا كانت تستقبل العائلة بشار الاسد، وهذه فكرة يعني باللي الشعب السوري يكون يعني مسرور جدا ان العائلة بشار الاسد تخطي سوريا وتروح تحط في روسيا. وكيف يعني تكون النتيجة بسقوط حفظ الاسد بالنسبة لسوريا بالنسبة لروسيا؟
روسيا تقول على كل حال سوريا هي حليفنا الوحيد في الدول العربية، ولا كون يسقط نوضروا بعض المراكز في هذا الجهة. وهذه يعني ما تعنيش الدول العربية فقط، وهذه تعني بعد سوريا تصبح إيران. وبعض الجهات سموا هذا الهجوم ضد إيران بزحف، الزحف الكبير. وهذه تبدأ يعني بهجوم أمريكي إسرائيلي ضد حزب الله في لبنان، وبعد بدون شك تكون دور روسيا. وهذه يعني تجعل ممكن يتغلبوا على سوريا وممكن يتغلبوا على إيران، ولكن في الحقيقة الاتجاه تاعهم هو ضد روسيا. وهذه التدابير يعني راهي بدات في كل اتجاهات، بالشي الحالة اللي راهي تجري في الشرق الأوسط، وهذا الدعم البوكلية هذا انتي ميسيل، والتوسيع الحلف الأطلسي تجاه الشرق، الدرع الصاروخي، وهذا التوسيع الحلف الأطلسي على الشرق، وهذا الدرع ضد الصواريخ، وتوسيع الحلف الأطلسي، هذا شيء واضح. أين هو الارتباط بين على كل حال سوريا وإيران والأمن الروسي؟ لأن سوريا وإيران يقربوا للحدود الروسية، وأيضا حتى المناطق اللي تحت التأثير الروسي، ما يسمى بالترانس كوكازيا وآسيا الوسطى. كون الحكومات السورية والإيرانية يسقطوا، كل المنطقة تصبح مدمرة، والحلف الأطلسي يوسع على كل حال نفوذه في موريتانيا وفي المغرب، حتى الكيرغيزي وحتى الكشمير، وهكذا يصبح قوس. في فوضى اللي تنتشر حتى وسط آسيا، بين آسيا وأوروبا. وهذه يعني تجعل روسيا والصين يصبحوا تحت التهديد. ولكن أول برزة هي روسيا، وهذه كلها يعني بدون هذه كلها مرتبطة كيف بمثال هذا الأمريكان والدول الأوروبية يستولوا على المواد الأولوية والطاقة بدون ما يدفعوا فلوس. نواصل بتسجيلة أخرى هذا نفس الموضوع باللغة العربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.